المدرسة الشمالية بزيو على صوة كابيزانو بن أنور المجاني وبنت علي زاكر الملك أبو محمود المدرب بندر غريفات بسم الله ما شاء الله كابيزانو بسم الله ما شاء الله تبارك الله أيام بزيو الفنان الشعبي بسم الله ما شاء الله صاحب الحنجرة الذهبية المدرسة الشمالية ابزيو على صوة ذكرنا كافيزانو معنا أيضا الند العنيد الخيال الكبير أبو العاطف أياس أبو جبل على صهوة أفغاني بن صبر أمين وبنت لايتون بن ميت ويستون الملك صالح سواعد المدرب أنس سواعد والقيادة للند العنيد أبو العاطف أياس أبو جبل معنا أيضا عمر غدير بسم الله ما شاء الله الخيال الكبير عمر غدير على صهوة درغام ما شاء الله تبارك الله أربعة مشاركين والمجموعة الثالثة ملك سواعد على صهرة شهوان بن شدوان وبشاير ملك أبو مروان المدرب أيضا أبو مروان قيادة لملك سواعد كما ذكرنا هناك المدربين طبعا المنظمين متواجدين معنا ايضا لاحضار الخيول الى ساحه التحضير والتعديل كما نرى شهيد نزيه الجنرال ووطن فعلا اخواني ينطلق الشوط الثالث على بركة الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله انطلاقة موفقة منذ البداية بزيو على صوت كابيزانو متصدر المجموعة من البداية افغاني مع ياس ابو جبل بالمراتب الثانية عمر غدير صوت درغام بالمراتب الثالثة ها هي الخيول بالمراحل الاولى من السباق بزيو ايضا متصدر المجموعة على صوت كابيزانو الامهار بالمراحل الاولى من السباق كما ذكرنا في قبالة دخولها المنعطف الأول كابيزانو ما يظهر متصدر المجموعة أفغاني بالمراتب الثانية مع ياس أبو جبل عمر مع درغام بالمراتب الثالثة الخيول الآن ما بين المنعطفين كابيزانو ما يظهر متصدر المجموعة بزيو مع لصاوة كابيزانو ما يزال متصدر المجموعة هي الخيول دخلت الخط المستقيم كابيزانو وأفغاني بنزاع على المرتبة الأولى كابيزانو من الداخل أفغاني من الخارج مع ياس أبو جبل كابيزانو مع المدرسة الشمالية بزيو في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية أفغاني مع ياس أبو جبل ودرغام بالمرتبة الثالثة مع عمر غدير بسم الله ما شاء الله كابيزانو انطلق اولا وحل اولا مع المدرسة الشمالية الجو ما شاء الله تبارك الله كابيزانو ابن الفحل انور المجالي بن مجالي الملك أبو محمود مدرب بندر قيادة للمدرسة الشمالية الخيال بزيو بسم الله ما شاء الله تبارك الله أبناء الفحل أنور المجالي بدأت التوافد إلى عالم السباقات والميادين أولام كابيزانو
وبأمسية البارحة سهم الوجالي أيضا، وأيضا الذي ينحدر أيضا من مسؤول نفس الفحل أنور الوجالي، إلا ما شاء الله تبارك الله. ابن الفحل بطل في عدة مغامير وسباقات أنور المجالي اليوم مع كابيزانو، والبارحة سهد المجالي، وأيضا لينحدر نفس نسل الفحل أنور المجالي بالمجالي. مبروك أبو محمود، مبروك، والتصفيق لأبو محمود، ما شاء الله تبارك الله. حديث يدور عن أنور المجالي بالفحل المجالي، هذا الحصان الذي شارك في عدة بطولات على السباقات الميادين، ما شاء الله تبارك الله. كان بقيادة الخيالة ياس أبو جبل من صبرا أمينة بنت مايكل من أم تشيستون الملك صالح سواد والمدرب أنس سواد، مبروك المبروك صالح وأنس، ما شاء الله. أفغاني مرتبة الثالثة، برهام كان بقيادة عمر غدير كما ذكرنا،